السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا اليوم نبدأ ان شاء الله في شابتر 3. احنا آخر محاضرة خلصنا اللي هو شابتر 2، وكان شابتر 2 بيحكي مودلينج ان ذا فريكوانسي دومين، واخذنا احنا نجيب مودلينج للميكانيكال سيستم نوعينه، للالكتريكال سيستم والالكتروميكانيكال سيستم. ناو احنا بدنا نروح لشابتر 3 بيحكي مودلينج ان ذا تايم دومين. يعني احنا كنا في شابتر 2 بنحول من التايم دومين للفريكونسي دومين وبنجيب اللي هو الترانسفير فانكشن، هنا لا بدنا نضلنا بالتايم دومين. طبعا اللي هو اول شيء طبعا بنحكي عن الشابتر ليرنينج اوت كومز، الاشياء اللي لازم نعرفها ما بعد ما نخلص الشابتر هذا. اللي افتر كومبليتينج ذيس شابتر the students will be able to أول شيء find mathematical model called state space representation for linear time invariant system، حيكون section 1 حيكون section 3. بعدين حنعمل modeling لل electrical and mechanical system in state space زي ما عملنا في chapter 2 كان لل transfer function، بس هنا لا لل state space. بعدين convert transfer function to state space، بعدين نحول من transfer function state space section 5. بعدين العكس converse state space representation to transfer function section 6. بعد زي ما حكينا احنا عندنا قلنا احنا في chapter 2 حكينا عن linearization، وقلنا في chapter 3 بنشرحها بالتفصيل وشوف كيف نعمل في linearization. اذا عن هون حنشرح طريقة linearization اللي هي linearize state space representation اللي هو section 7. هذول عندنا السكاشن الموجودة عندنا هناخدها إن شاء الله في شابتر 3. طبعا المودلينج زي ما حكينا قبل هيك قلنا المودلينج اللي هو بدنا نجيب ماثماتيكال مودل للفيزيكال سيستم. هذا عندنا اللي هو شايفين الاكتويترز والبلانت والسنسور، بدنا نجيب له ماثماتيكال مودلينج. هاي هي عندنا الكنترول سيستم بروح لثلاث أجزاء أو بتقسم لثلاث أجزاء، اللي هو 1 اللي هي المودلينج اللي هو حناخدها إن شاء الله خدناها في شابتر 2 وفي شابتر 3. في شابتر 2 كنا بنحكي مودلينج للفريكونسي دومين، جبنا ترانسفير فانكشن للمودل. شابتر 3 بدنا نحكي مودلينج ستيت سبيس، نجيب اللي هو الستيت سبيس مودل للسيستم. بعد ما جبنا المودلينج بنقدر نروح من ترانسفير فانكشن للستيت سبيس أو العكس، نيجي اللي هي نمبر 2 ستيب 2 اللي هي اناليسيس. نيجي نعمل اناليسيس للسيستم، نشوف البيهيفير تبعت السيستم اذا كان ستيبل انستيبل، ايش بده احنا بعطينا الاشياء اللي بدنا اياها. بعدين بعد ما نيجي نعمل اناليسيس بنروح للجزئيه الاخيره اللي هي الديزاين، اللي بدنا نيجي نعمل ديزاين للكنترولر. هذا بكون معطينا سبيسيفيكيشن نعملها ونيجي نعمل ديزاين. اذا عشان نيجي نعمل ديزاين للكنترولرز اول شيء لازم يكون عندنا ماثيماتيكال موديل للسيستم، نعمل له اناليسيس، بعدين بنيجي هو لل ديزاين كنترولر. بعد ما نخلص ديزاين كنترولر اللي هي امبلمنتيشن، بنحط الكنترولر تبعنا على السيستم ونشوف الريزلت تبعتنا كيف بدها تكون موجوده عندنا. هي تقريبا الخطوات او البروسيجر تبعت اللي هي كنترول سيستم. طبعا اللي هي درايف ميكانيك ماثيماتيكال موديل فور، احنا حكينا الكتريكال سيستم ميكانيكال سيستم اذا كان ترانزليشنال ميكانيكال او روتيشنال ميكانيكال والكتروميكانيكال سيستم. الكتريكال سيستم زي ما قلنا احنا بناخذ الكي في ال والكي سي ال. شفنا كيف في الكتريكال سيستم كان عندنا الكيرتشوف فولتج لا استخدمنا والكرنت لا. الميكانيكال سيستم اخذنا اللي هو السكند نيوتن لا، نيوتن لاز موجود عندنا. نيجي ل section 3.1 بحكي لنا هنا two approaches are available for the analysis and design of feedback control system. إذا عندنا في طريقتين موجود عشان نيجي نعمل analysis و design للfeedback control system. الطريقة الأولانية the first which we began to study in chapter 2. إذا الأولانية اللي عملناها في chapter 2 اللي هي modeling in the frequency domain، يعني بدنا نجيب transfer function للسيستم. هذه الابروتش الاولاني.
اللي هي از نون از كلاسيكال اور فريكونسي دومين تكنيكس. اذا اللي اخذناها في شابتر 2 سميناها الفريكونسي دومين تكنيك او الكلاسيكال كنترول. هذا الفيرست ابروتش. ذا فيرست ابروتش از بيست اون كونفرتينج ا سيستم ديفرنشال ايكويشن تو ترانسفير فانكشن thus generating a mathematical model of the system that algebraically relates a representation of the output to the representation of the input. إذا بحكي لنا الابروتش الاولاني كنا بنجيب الديفرنشال ايكويشنز ومن الديفرنشال ايكويشن بنحولها للاس دومين وبنجيب ترانسفير فانكشن العلاقه بين الاوتبوت والانبوت. هذه هي الكلاسيكال كنترول او اللي هو الفريكونسي دومين تكنيك. في عندنا the primary disadvantage. في عندنا disadvantage في كل طريقه موجوده عندنا اي طريقه في الموجوده بكون الادفانتجز والديسادفانتجز. هون عندنا the primary disadvantage of the classical approach اللي هي is its limited applicability. يعني الابلكيشن ليميتد لنوع معين لانواع معينه من السيستم. it can be applied only to linear time invariant system. جينا هنا اذا احنا عشان نيجي احنا نعمل الابروتش تبع اللي هو الفريكونسي دومين تكنيكس او اللي هو نجيب ترانسفير فانكشن السيستم تبعنا ايش لازم يكون؟ لازم يكون لينير ولازم يكون تايم انفاريانت. لو كان السيستم عندنا نون لينير او لينير وتايم فاريانت ما نقدرش نجيب الترانسفير فانكشن. اذا ات كان بي ابلايد اونلي بس ايش؟ تو لينير تايم انفاريانت سيستم اور سيستمز ذات can be approximated as such. يعني او نيجي نعمل approximation للسيستم اللي بسميها linearization. هنحكي معها هنحكي هذه في اخر الشابتر ان شاء الله الشابتر 3. نيجي الطريقه الثانيه اللي هي the second approach اللي هي is state space approach also referred to as the modern or time domain approach. اذا بنسميه احنا المودرن كنترول او بنسميها التايم دومين ابروتش. الفيرست وان كنا بنسميها الفريكونسي دومين ابروتش كنا بنسميها الكلاسيكال. لا السكند هذا اللي حنحكيها في شابتر 3 اسمها اللي هي المودرن كمان تايم دومين ابروتش از ا يونيفايد ميثود فور موديلنج. يعني نعمل موديلنج اناليسنج او انالايزنج اند ديزايننج ا وايد رينج اوف سيستم. يعني الطريقه هاي هي اللي هي تايم دومين ابروش فيها مودلينج ستيب 1 ستيب 2 بدنا نعمل اناليسيز ستيب 3 بدنا نيجي نعمل اللي هو الديزاين. فور اكزامبل ذا ستيت سبيس ابروش كان بي يوزد تو ريبريزنت نون لينير سيستم تايم فارينج سيستم مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت سيستم. في عندنا هون اختلفت عن اللي هي الكلاسيكال. الكلاسيكال قلنا احنا ليميتد لايش؟ لازم السيستم يكون عندنا ايش؟ لينير وتايم انفاليد. هنا لا بيحكي لنا فور اكزامبل هي الستيت سبيس هاي الطريقه اللي حناخذها في شابتر 3 ابروتش كان بي يوزد تو ريبريزنت نون لينير. لو كان السيستم عندنا نون لينير بنقدر نستخدم الطريقه هاي. لو كان عندنا السيستم برضه تايم فارينج سيستم ممكن برضه نستخدمه. لو كان عندنا مالتي انبوت مالتي اوتبوت سيستم برضه بنقدر نستخدمها. لانه فاكرين الترانسفير فانكشن ايش تعريف الترانسفير فانكشن؟ اوتبوت على الانبوت. لازم الانبوت الاوتبوت يكون سنجل والانبوت يكون سنجل. هنا وقال بحكي لنا لو كان عندنا مالتيبل انبوت اند مالتيبل اوتبوت سيستم ممكن نستخدم الطريقه هذه. اذا عندنا ذا تايم دومين ابروتش كان اولسو بي يوزد فور ذا سيم كلاس اوف سيستم مودلد باي كلاسيكال ابروتش. اذا حكينا التايم دومين ابروتش ممكن نستخدمها زي ما هو بيستخدم الكلاسيكال. الكلاسيكال اي واحد استخدم اي على اي سيستم التايم دومين بيقدر يعملها. زياده على هيك بيقدر يعمل برضه شيء اكثر. اذا يعني الادفانتجز تبعت الستيت سبيس افضل من الترانسفير فانكشن. هنا بنيجي لسام اوبزرفيشن شغلات ملاحظات بنعملها عشان نفهم ليه الستيت سبيس. وي proceed now to establish the state space approach as an alternate method. Alternate method يعني طريقة تانية للحل.
for representing physical system. إذا بدنا ناخذ إحنا الـ state space approach as alternate method، طريقة تانية to represent physical system، هي بدنا نعمل modeling. In general، نيجي إحنا هون كيف الطريقة الـ state space. In general، an nth order differential equation، لو كان عندنا nth order differential equation can be decomposed into n first order differential equation. إذا الفكرة كلها هنا، إحنا لو كانت عندنا اللي هي في الـ classical method، لو كانت عندنا nth order differential equation عشان نحلها، كنا بناخد نحولها للـ S domain لبلاس ترانسفورم، نحلها وبعدين بنجيب الانفرس وبنجيب الحل تبعها. هنا بحكي لنا لا، بدناش نروح للبلاس ترانسفورم. In general an nth order هيها differential equation can be decomposed. Decomposed يعني نفككها أو نحللها into n first order differential equation. يعني for example لو كانت هذه nth، خلينا نعطي example، كانت هذه اللي هي الاوردر الخامس اللي هي fifth order differential equation. عارفين عشان نحل fifth order differential equation صعب بالتايم دومين، كنا بنجيب اللابلاس ترانسفورم. هنا لا، بحكي لنا بدناش نروح للفريكونس دومين، ايش بدنا نعمل؟ هذه الفيفث اوردر ديفرنشال ايكويشن بدنا نعملها ديكومبوز انتو فايف فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. طب ليش فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن؟ لانه الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن سهل الحل تبعها، نقدر نحلها. بس لو السكند زي ما شفنا بتكون صعبه، الثيرد بصير اصعب، الفورث اصعب، الفيفث اصعب. اذا الفكره منه هنا هي الانث order differential equation بنحولها ل n first order differential equations. Because in principle زي ما حكينا first order differential equations are simpler to solve than higher order ones. يعني عندنا ال first order differential equation عشان نحلها أسهل من second وأسهل من third وأسهل من fourth. إذا first order differential equations are used in the analytical studies of control system. ديش ديفينيشن هو الستيت فيريبل، هي الستيت سبيس موديل. اهم شغله فيها هي الشغله بسميها الستيت فيريبل. The state of a system refers to the past, present and future conditions of the system from a mathematical perspective. It's convenient to define a set of state variables as state equations to model dynamic systems. As it turns out, the variable x1, x2 through xn are the state variable of the nth order system. إذا بحكي لنا عشان نجيب الستيت فيريبل، إيش هي عبارة الستيت فيريبل؟ هي بتعطينا اللي هي الباست والبريزنت والفيوتشر كونديشن للسيستم. لو بنختار مثلا كان عندنا nth order differential equation بدنا احنا nth state variable. يعني زي ما حكينا قبل شوي لو كان عندنا احنا differential equation لل fifth order محتاجين 5 state variable x1 x2 x3 x4 x5. اذا بدينا احنا عشان نعرف اللي هي state space model. The state space model composed of two equations. إذا عندنا state space model فيها two equations. أول equation إيش بنسميها؟ state equation. وش state equation؟ اللي هي x dot equal a x plus b u. هذه بنسميها state equation. هذا x dot. شايفين فوق يعني هذا first derivative موجود عندنا فوق. وهذه a وهذه x اللي هي state variable. هنعرف إيش هذولا. وفي عندنا الاوتبوت اكويجن. الاوتبوت اكويجن عباره عن ايش؟ الاوتبوت واي ايكوال سي اكس بلس دي يو. التنتين هذول الاكويجن هاي الستيت اكويجن والاوتبوت اكويجن، هذا بنسميه الستيت سبيس موديل. اذا الستيت سبيس موديل عباره عن تو اكويجن، واحد اثنين. فيرست وان هي اكس دوت ايكوال اي اكس بلس بي يو، والسكند واي ايكوال سي اكس plus du. ال x عبارة عن state vectors وال x dot derivative of the state vector، ال y اللي هي ال output vector وال u اللي هي ال input. يعني نرجع احنا
شايفين عندنا الاكس هذه الستيت فيكتور وهذه الدريفت بتاعت الستيت فيكتور. الاي بنسميها السيستم ماتريكس، اليو الانبوت، والبي الانبوت ماتريكس، الواي الاوتبوت، السي الاوتبوت ماتريكس، والدي هي الفيد فورورد ماتريكس. اذا هي عندنا الاي هي السيستم ماتريكس، البي الانبوت ماتريكس، السي الاوتبوت ماتريكس، والدي الفيد فورورد ماتريكس. وهي تقريبا حتكون عندنا الاكس، حتكون الدايمنشن تبعها من اكس 1 لحد اكس ان زي ما حكينا حسب الاوردر 1 2 3 4 5. اليو اللي هي الانبوت ماتريكس، وعندنا الانبوت حسب ايش في يعني لو عندنا انبوت واحد حتكون يو واحد، لو كان عندنا اكثر من انبوت حتكون الانبوت الموجود حسب قديش عدد الانبوت. الاي ماتريكس حتكون هي سكوير ان باي ان، يعني لو كان في عندنا 3 حتكون 3 3 باي 3، لو كانت 4 4 باي 4. البي حتكون ان باي بي، الان اللي هي قديش الاوردر تبعت اللي هي الماتريكس، لو كانت هاي 3 ب 3 حتكون 3، والانبوت لو كان عندنا 1 حتكون 1، لو كان عندنا 2 حتكون 2 حسب ايش الانبوت الموجود عندنا احنا هون. هنا بعطينا جيفن اللي هو السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، معطينا زي هاي السكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز اللي هي عبارة عن زي ما احنا شايفين الكتريكال سيستم، هاي عبارة عن ار ال سي سيركت، شايفينها جايبها معطينها جيفن، معطينا اللي هي ار اي تي بلس ال دي اي على دي تي بلس 1 اوفر سي انتجريشن اي تي ايكوال الاي. عندنا الاي عبارة عن الانبوت، وعندنا الاوتبوت اللي هي الاي. هون عندنا احنا لو طلعنا على الديفرنشال ايكويشن ايش الاوردر تاع الديفرنشال ايكويشن هذا؟ في كثير من الطلاب بغلطوا بقول لك فيرست اوردر، لان بشوف هذه اللي هي فيرست اوردر، بس ايش في عندنا احنا هنا؟ في عندنا انتجريشن، عشان نتخلص من الانتجريشن ايش بنعمل؟ بناخذ ديريفيتيف لهال لما ناخذ ديريفيتيف للايكويشن هذا ايش حتصير؟ هي السكند ديريفيتيف. اذا عندنا احنا هاي الديفرنشال ايكويشن اللي هي سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، لو بدنا نحلها احنا كنا بنحلها باستخدام اللابلاس كلاسيكال، لا هون حنضلنا بالتايم دومين، حنحلها باستخدام اللي هو الستيت سبيس موديل. اباف ايكويشن كان بي ترانسفورمد انتو تو ستيت ايكويشن، اللي عندنا ايش الستيت ايكويشن؟ حيكون عندنا اثنين، ليش اثنين؟ لانه عندنا سكند اوردر. لو كان هذا الثيرد اوردر حيكون عندنا ثلاثة، لو كانت عندنا فورث اوردر حيكون عندنا أربعة. اذا سكند اوردر محتاجين تو اسامبشنز، ايش بيجي عندنا الاسامبشنز؟ فرضيات بيجي احنا بنفرضها. شو الفرضيات؟ بنشوف اللوست اوردر عندنا، شو اللوست اوردر عندنا؟ اللي هي الانتجريشن تاع الاي تي، ايش بنسميها؟ لت، هي اسامبشن اكس 1 في تي ايكوال انتجريشن اي اوف تي. اذا هاي فرضناها اكس 1، الحين اكس 2 ليش محتاجين احنا 2؟ لانه عندنا سكند اوردر. اكس 2 الديريفيتيف تبعت اكس 1، يعني x2 تساوي x1 دات او دي x1 على dt. لما ناخذ الديريفيتيف تبعت هاي ايش بدها تصير؟ هذه i of t، الديريفيتيف تبع الانتجريشن بده نروح الانتجريشن بصير i of t. ناو صار في عندنا احنا equation 1، وخليها نسميها equation 2، وخليها نسميها equation 3. بدنا ناخذ equation 2 و equation 3 ونعوضهم في equation 1. then equation 1 is decomposed into the following two first order differential equations. هاي زي ما حكينا بدنا نعوضها هنا، ايش تصير في عندنا احنا؟ هذه هاد تصير r، ال i of 2 ايش تصير؟ هي x2، هي هذا r x2 plus l، ايش تصير هذه؟ x2 dot، لانه الديريفيتيف تبعت ال i، شايفين لو اخذنا الديريفيتيف تبعت هاي والديريفيتيف ايش تصير عندنا؟ هاي اللي هي x dot. هي فعندنا هذه حتصير عندنا اللي هي x2 dot، هي x2 حتصير x2 dot plus 1 over c، وهذه عبارة عن ايش؟ هي x1. اذا لو طلعنا احنا هون هيها هاي
هاي عندنا احنا هاي x2 dot equal minus 1 over lc x1 minus r l x2 plus 1 l eft. وهاي هاي موجودة من هون. هاي ايش عندنا؟ هاي هاي x ايش بدها تساوي؟ x1 dot هاي x1 dot ايش بدها تساوي x2؟ هاي هاي الاكويجن الاولانية، وهذا الاكويجن الثاني جبناها من هون. بدنا ناخذ هاي ونعوضها، وناخذ هاي ونعوضها. يعني بدنا نشيل احنا هاي، شيلها بدنا نحط مكانها x1، واحد على سي x1، هذا يصير واحد واحد على سي، هذا x1، وهذه ال x2 دات، وهنا r x2، وهذه اللي هي الاي اللي هي الانبوت. الحين لو دخلينا هاي اللي هي x2 دات، بدنا نحط هذا على الجهه الثانيه، فبدنا يصير عندنا هاي زي ما حكينا ماينس واحد على ال سي x1 ماينس r على ال x2 بلس واحد على ال في ال اي. اذا عندنا هاي التو اكويجن، هاي هي الستيت اكويجنز، هاي الاكويجن الاولاني اكس 1 وهاي الاكويجن الثاني اكس 2. اذا عندنا هاي اكس دات اللي هي الستيت اكويجن، هاي اكس 1 دات واكس 2 دات بتساوي 0 1 ماينس 1 على اوفر ال سي ماينس ار على ال x1 x2 وانا 0 1 على ال اي. مو اجت هذول الاكويجن، هاي الاولانيه هاي x1 دات ايش بدها تساوي؟ نرجع احنا x1 دات ايش بدها تساوي؟ هاي x1 دات ايش بدها تساوي؟ x2. اذا x1 دات بتساوي x2 لان هي 0 x1 بلس 1 x2. اذا هاي x1 دات بتساوي x2. نرجع على الاكويجنز. x2 دات ايش بدها تساوي؟ ماينس 1 على ال سي x1 وماينس r على ال x2. اذا هاي x2 دات ايش بدها تساوي؟ ماينس 1 على ال سي x1 وماينس r على ال x2 وبلس واحد على ال اي اوف تي. هاي هي الستيت اكويجن. اذا صار عندنا مودلنج، شايفين عندنا احنا ايش عندنا هنا؟ المودل تبع السيستم باستخدام ستيت سبيس مودل. هاي تقريبا نفس الديفرنشال، نفس الترانسفير فانكشن. هاي نفس الترانسفير فانكشن. اذا عندنا احنا هنا، اذا عندنا بنقدر نعمل مودلنج للسيستم بطريقتين. الطريقه الاولانيه اللي هي الكلاسيكال بنجيب ترانسفير فانكشن، والطريقه الثانيه اللي هي المودرن اللي هو بنجيب الستيت سبيس مودل، بنجيب ستيت اكويجن ولو بده الاوتبوت بنجيب الاوتبوت. هون طبعا مش طالب الاوتبوت، ممكن نجيب الاوتبوت. هو طبعا جنرال فورم اوف ستيت سبيس مودل بيحكي لنا هذا جنرال فورم كيف بدنا نستخدمها. قال لو كان عندنا nth order differential equations بنيجي نعمل assumptions. هذه الاولانيه الواي نختار x1، هي x1 تساوي y في t، بعدين x2 بدها تساوي ايش؟ x1 دات، و x1 دات ايش بدها تساوي؟ y دات. هي ضلنا ماشيين لحديث اللي هي ال xn بدها تساوي اللي هي الدريفيتيف لل n-1 dn-1 y اف t. then the nth order differential equation is decomposed into n first order differential equation. بعد هاي بنجيب نحط first order، هاي nth، هاي الاولانيه x1 دات تساوي x2، x2 دات تساوي x3، x3 دات تساوي x4. ضل الحديث من اخر واحده هاي اللي هي xn دات بتساوي هي الايكويشن هاي. اذا احنا عملنا decomposed ال nth order differential equation ل n order ل n n first order differential equation. يعني هذا لو كانت هي زي ما حكينا أربعة، بدنا واحد اثنين ثلاثة أربعة equation كلهم بكون first order. هاي first order first order first order. هون بحكي لنا اللي هي، خلينا احنا خلينا نوقف لهون، احنا بكفي ان شاء الله. والمحاضرة الجاية ان شاء الله بنبدأ اللي هو في 3.4. بنوقف لهون ان شاء الله، وزي ما حكينا المحاضرة الجاية بنكمل اللي هو
في السكشن هو 3.4 اللي بيحكي عن اللي كيف بدنا نعمل ابلاينج اللي هي الستيت سبيس ريبريزنتيشن لفيزيكال سيستم. طبعا حناخذ هون زي ما عملنا في شابتر 2 حناخذ الالكتريكال سيستم والميكانيكال سيستم والالكتروميكانيكال سيستم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.